برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، وبرحب طبعا بالنجم القدير والمدرب المخضرم كابتن طارق العشري مرة تانية. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفترة اللي يعني يمكن زي ما قلت يعني يمكن كان في مقارنة من كابتن طارق العشري حصلت ازاي لما انت بتلاعب فريق او بتمسك فريق قادر على ان انت توصل بيه لمرحلة جد يعني متقدمة سواء في الأداء او في النتيجة، بس النهاردة اللي بيحصل غير كده تماما، بيحكم عليك من نتيجة بعيدا عن الأداء بعيدا عن المهارات، يعني في تفاصيل تانية هي اللي بتحكم شوية الموضوع كابتن طارق من وجهة نظرك. ويعني يمكن كمان حتى بعيدا عن حرس الحدود والفترة اللي حضرتك تألقت فيها معهم، طلعت يعني أسماء كبيرة جدا، أحمد حسن مكي، محمد مكي صحيح، وفي أحمد عبد الغني تقريبا، أحمد عبد الغني، في نجوم طلعت على إيد كابتن طارق. على الجيل الكبير او الجيل التاريخي اللي حرس الحدود. هو ده الجيل اللي حقق ثلاث كؤوس في وقت زمني قياسي. ترجمه للكلام اللي انا قلته قبل كده، ان لما ابتدينا اولا انت دلوقتي خلاص حسيت بالامان في ظهرك كمدير فني، مش هتتشال خلاص، مش ماتشين وهتمشي او ماتش هتمشي اخر ماتش اللي جاي، كل دي خلي بالك بتلعب على وتر المدرب، بيحصل له توترات بسبب الكلام اللي حليه. حاسس كابتن هو ده يعني دي شكل المعاناه اللي عانى منها الكابتن طارق العشري في الفترات الاخيره اللي ما فيهاش نجاح. وفي نفس الوقت ما فيش سبورت من مجلس الاداره. ومفيش استقرار. او حاسس ان انا نازل النهارده تدريبه او نازل النهارده ماتش وربنا يستر همشي بكره ولا لا. بالظبط كده. فده طبعا ما فيش شك طبعا. انت ما عندكش حاله استقرار. وما فيش اي عمل الناجح الا ما هتلاقيه اولا في صبر كبير جدا وعمل مزبوط. كبير صبر صح. مفيش عمل ناجح الا انت خططت له ويكون متخطط له، وفي الاخر ممكن يقابلك صعوبات مكي. زي ما اتقابلت بمسانده كبيره جدا زي ما قلت لك من سياده المشير خاصه في المسانده مع حرس الحدود، وقال لنا ابني ابتدي تشتغل بهدوء. كان نتيجتها اللي هي النقلة اللي حصلت لحرس الحدود في الانقلاب على طريقة 3-4-3 او 3-5-2 كان ساعتها هي السائدة. 5-3-2 بالظبط او 5-3-2 وقررت اني العب باربعة. جت ازاي يا كابتن؟ فكرت فيها ازاي؟ يعني. زي ما قلت بمحض الصدفة او من نوع من الريسك يعني. لان احنا كنا بنلعب مع بتروجيت وكان ساعتها كابتن مختار ماسك بتروجيت وكان وليد سليمان في بتروجيت ساعتها. في بتروجيت وليد ده ليه قصه كبيره جدا معايا، لان كان احد اولادي، انا اللي جبت وليد من الصعيد في الناشئين عندنا بحرس الحدود والله فعلا. وكان في فريق انا كنت ماسك مع كابتن حلمي بالاضافه للفريق الاول مدرب العام ماسك فريق ال 20 سنه فكنا ما كانش فيه فريق ناشئين فعملنا الفرقه ديت وكان من ضمنهم وليد. يعني ناس كتيره ما تعرفش القصه دي. من ضمنهم وليد. وكان باين على وليد ان هو خامه كويسه وهيبقى له مستقبل كبير جدا. للاسف كان في الفتره دي في مكانه لعيبه برضو كانت جيده في الحرس فما خدش فرصته وما كانش فيه ان اللاعب الاعارات والكلام من ده لا. طبعا. فانا توسطت له يروح الجونه. كان مدرب الجونة الكابتن كمال عثمان الله يرحمه وسألني عليه قلت له خد ده لعيب كويس وفعلا كانت النقلة من الجونة لبتروجيت ثم انطلقت وليد سليمان اللي هي لحد الآن. في مباراة بتروجيت كنا مغلوبين، مش مغلوبين ده ممسوح بينا الأرض في الماكس. فانا دخلت للفرقه قلت لهم احنا ما قدامناش حل، انا عاوز ايه رايكم لما نيجي نحاول طريقه من اسحب واحد من الديفنس وازود واحد في نص الملعب او فيرود لاين ففعلا حصل كده. الولاد عملوا طفره كبيره جدا في شوط عالمي من غير ما امرنهم. طب كنت واقف مش مصدق. انا بقيت مش مصدق. لا وتعادلنا وكسبنا لولا ان خالد بيبو الكرة خبطت في دماغه وكان بيلعب في بتروجيت ساعتها وتحولت في المرمى 2-2. بس عملوا انت كمدرب مش مصدق ان هم ما اتمرنوش وعملوا الطفره دي، فما بالك لو هيتمرنوا وانت بقى حتى
هتبتدي تشتغل على الطريقه دي. فكان قراري الاول والاخير ان انا خلاص هتحول من دي. وتمردت طبعا على الطريقه دي بشكل كبير جدا وصممت. وفي الاول كنت باخد ثلاثات واربعات منهم الاهلي رايح جاي الزمالك، كان كله بيمسح بيها الارض. صحيح. وكان كله حتى عندنا في الاداره ارجع تاني وانا مصمم، ارجع تاني وانا مصمم. قلت لهم هننجح هننجح هننجح. من 2005 ل 2010 ينتقل حرس الحدود من مصاف نادي كان بيلعب على المراكز الوسطيه الشرفيه للمراكز التنافسيه. بالطريقه دي حصلت طفره كبيره جدا في اداء حرس الحدود على سعيد، على صعيد الاداء. ولاد انسجموا حافظوا خلاص بقى، اصبحت بتمثل عائق امام الانديه الاخرى خاصه الكبيره. انتزعنا الكاس من انبي، خدنا كاس، وكانت اول مره تخش بطوله للمؤسسه العسكريه في نادي حرس الحدود. ما تتصورش انا خدت يعني تصميم كبير جدا، لان كان عندنا الاداره متخوفه في المشاركه الافريقيه، انت ابطال كاس وهتشاركوا الكونفدراليه. الكونفدراليه صحيح. ومتخوفين على صعيد النتائج ان احنا ما بنحققش نتائج كويسه. فخدت جدل كبير جدا في اقناع الاداره ان احنا مشاركتنا ديت لازم تحصل عشان تثقلك. لان لما هتلعب مع الصفاقسي وتلعب مع مولودية الجزائر وتلعب مع سان داونز وتلعب مع كل بطل، خبرات كبيره طبعا، خبرات كبيره جدا، والسفر فيه سبع، ما بقول لك كده، فيه خبرات كبيره جدا. والولاد اكتر من سبع فوائد حققوا طفره كبيره حتى على صعيد البطوله الافريقيه. كان على اثرها اما كنا بنلعب النادي الاهلي، انا كنت بحس ان في يعني فجوه كبيره جدا، الولاد بيحسوا ان هم بيلعبوا النادي الاهلي بسببه بيتهزم، بيلعبوا نادي الزمالك فجوه كبيره جدا، خايفين من الاسم، خايفين من فنيلا، خايفين من التيشيرت. لما رحنا البطوله الافريقيه انكسر الحاجز ده. ليه؟ قابلوا كل بطل في بلده واسماء كبيره. لما كسبنا الفرق ديت اعطتنا صدق. كان على اثرها من 2005 ل 2010 ان كانت مبارياتنا مع الاهلي والزمالك ما كانش حد يتوقع النتيجه. تبقى المباريات كلها صعبه. طبعا صعبه لما توصل لدرجه التعادل، التعادل اعظم التعادل في اداء، ان المحللين اللي قاعدين مش قادرين بعد ما كانوا الاهلي 3 4 النتيجه لصالح النادي الاهلي مش عارفين يحددوا مين، لدرجه ان في الكاس والسوبر كانت النتيجه ايكوال بين الاثنين 50-50 والحرس يخطف البطولتين. سنتين ورا بعض. سنتين ورا بعض. تمام؟ وبعدين 2010 2010 يوصل حرس الحدود لقمه الاداء. اول مباراه في الدوري مع النادي الاهلي نخسر 1-0 في اسكندريه، من بعدها حرس الحدود يكسب 13 فوز متتالي، الاول على بطوله الدوري.